ماليزيا أرض جميلة مغطاة بشكل كبير بغابات يتوسطها غطاء ثمين يسمى أشجار نخيل الزيت. ساعدت هذه الأشجار الملايين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، في حين مكنت هؤلاء الذين بلا مستقبل للحصول أخيرا على مستقبل رائع. هذه هي قصة زيت النخيل الماليزي، رحلة لثمرة في نخيل الزيت حتى أصبحت مكونا أساسيا على مائدة مطابخنا. كل شيء يبدأ هنا في المزرعة حيث يزرع نخيل الزيت. إنها أشجار معمرة يمكن أن تنمو حتى ارتفاع 60 مترا. تثمر الثمار في سباطات طوال العام وتسمى سباطات الثمار الطازجة. تحتوي كل ثمرة على لحم ونواة، ويستخرج من لحم الثمرة زيت النخيل، أما النواة فيستخرج منها زيت نواة النخيل. عند جمع سباطات الثمار الطازجة يجب نقلها بسرعة للمعصرة باستخدام الشاحنات أو قطار البضائع، ويتم نقل الثمار خلال 24 ساعة لضمان إنتاج أفضل جودة للزيت. عند وصول السباطات للمعصرة تبدأ عملية تصنيف الثمار لفصل الجيدة عن تلك الغير ناضجة الفاسدة أو الذابلة. بعد ذلك تمر بعملية التعقيم في أقفاص ضغط ضخمة بواسطة بخار مشبع بدرجة معينة، وهنا تصبح معظم الثمار طرية وتنفصل عن السباطة. ثم يتم وضع الثمار في اسطوانات دوارة لطرد الثمار المعقمة من خلال فتحات بين القوائم، بينما يتم التخلص من السباطات من الطرف الآخر للأسطوانات. تتحول تلك الثمار إلى مهروس متجانس داخل عملية العصر، حيث يتم استخراج زيت النخيل الخام وتنقيته بشكل مستمر بتحريكه خلال المصفاة. زيت النخيل الخام لونه برتقالي بسبب احتوائه على مستويات عالية من فيتامينات ألف وهاء. الزيت له خصائص مضادة للأكسدة ويساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، لكن في هذه الحالة فإن زيت النخيل الخام لا يكون صالحا للاستخدامين الغذائي أو الغير غذائي، لأنه يحتاج لمزيد من العمليات قبل أن يكون جاهزا للاستخدام.